أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن دور لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة. أرحب بك أستاذ هشام من جديد. يعني بعد ما تحدثنا عن اختصاصاتكم في لجنة الانتخابات، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، الآن كيف سيكون أو ما هي أهداف التسجيل أو تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا القدس؟ شوف، قانون الانتخابات حدد ما هو الناخب الفلسطيني. الناخب الفلسطيني كل مواطن فلسطيني أدرج اسمه في سجل الناخبين، وبالتالي شرط المشاركة في أي نوع من الانتخابات أن تكون مسجلا في سجل الناخبين. وهذه رسالة بوجهها أنا لكل مواطن فلسطيني، أن يدرج اسمه في سجل الناخبين اليوم ويقرر لاحقا المشاركة، لأنه إذا تمت الدعوة للانتخابات وأي مواطن اسمه مش مدرج لا يحق له لا يترشح في الانتخابات ولا يقترع في الانتخابات. وبالتالي الميزة لأن تكون اسمك مدرج في سجل الناخبين أنك تحفظ حقك في المشاركة، قرار المشاركة يرجع لك في حين الحدث الانتخابي. وبالتالي هذه رسالة بوجهها من عبر برنامجك لكل المواطنين، كل من بلغ 17 سنة في فترة تحديث التسجيل أن يتوجه إلى مركز تسجيل قريب من مكان سكنه ويقوم بالتسجيل. الآن يجب على كل مسجل أن يسجل في المنطقة التي يقيم فيها، لأن هذا السجل مبني على الهيئات المحلية، وبالتالي إذا مواطن من غزة يجب أن يسجل في منطقة غزة، لا يجوز أن يسجل في منطقة غير التي يقيم فيها حتى دقة التسجيل. يستطيع المواطن أن يتأكد من أنه مسجل أو لا، يعني لأنه في ناس اوريدي سجلوا من 2004 و2005 و2006 وهكذا. هناك خدمة على الموقع الإلكتروني للجنة يستطيع أن يذهب يتوجه إليها ويدخل رقم هويته وسنة ميلاده ويتأكد من مكان تسجيله. وبالتالي كل من سجل سابقا، كل من أدرج اسمه سابقا في سجل الناخبين ولم يحصل أي تغيير على عنوانه أو على بياناته، غير مطلوب منه أن يتوجه إلى مركز التسجيل، غير مطلوب منه إطلاقا. نحن نستهدف المواطنون اللي بلغوا سن 17 وما فوق ولم يسجلوا من قبل، أو المواطنين اللي في فترة تحديث التسجيل السابقة ما سجلوا، عرفت كيف؟ وبالتالي يجب على كل مواطن أن يحفظ حقه في موضوع المشاركة الديمقراطية. متى سيكون البدء في التسجيل بشكل فعلي؟ يعني بس أنا هنا اليوم الآن من هاي اللحظة لا، أنا بقول لك إحنا حطينا خطة 3 أسابيع. نعم. لإنجاز هذا العمل تبدأ منذ الأمس، تم بعد الانتهاء اليوم من وزارة التربية والتعليم لاجتماعهم تحديد موعد يوم 11 لأسباب لوجستية بالوزارة، 11/2، وتستمر أسبوع كامل، يعني 18/19/2 إحنا ننهي هذه الأعمال، وبالتالي سنقوم بالعمل يعني حصد 300,000 مواطن بحد، يعني هذا هو المعدل اللي نطمح فيه، وحوالي 70 في الضفة الغربية، وبذلك نكون قد أنهينا هذا الملف إن شاء الله، لنتيح بعدها للملفات الأخرى أن تتحرك. الآن كيف سيكون مشاركة الأسرى داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هناك معتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كيف سيكون وضعهم؟ التسجيل خلينا نأخذها من البداية. أي مواطن عادي، قبل ما نروح على الأسرى، المواطن عادي يتوجه كما ذكر لك إلى أقرب مركز تسجيل، أقرب مدرسة عليها يافطة مركز تسجيل، ويتوجه ويحضر معه هويته الشخصية أو البطاقة التعريف وصورة عن هذه البطاقة، ويقوم بتسجيل اسمه وبياناته كاملة في النموذج المعد لهذا الغرض، والشغل العملية لا تأخذ دقيقتين. بالنسبة للأسرة، مش بس للأسرة، للمرضى، يعني إذا حد من أقاربك من الدرجة الأولى مريض أو أسير تستطيع أنت أن تسجل عنه، يعني كل ما هو مطلوب ضمن تسجيل الأقارب أن تحضر هوية هذا الشخص وتثبت أنك قريب له وفق القانون وتقوم بتسجيله. نحن لا نقوم بالتسجيل في المعتقلات، يعني وأنا بتأمل كل المعتقلين يتم الإفراج عنهم بالمناسبة، ولكن هناك إمكانية لأي شخص أن قريبه أن يسجله، أو محاميه
ضمن وكالة محامي أن يسجل، وبالتالي التسجيل ليس يعني محرومين من عمل التسجيل، ولكن للأسف الاقتراع يجب أن يكون اقتراع شخصي، يعني الإنابة والوكالة في عملية الاقتراع غير واردة في القانون. وبالتالي إذا كان شخص معين معتقل هنا أو هناك لا يستطيع الاقتراع في يوم الاقتراع. المرضى نفس الشيء، يعني المرضى أي قريب لهم من الدرجة الأولى يستطيع أن يسجلوا في مركز تسجيل القريب من البيت. ما دور أعلنتم عن حملة توعية في وسائل الإعلام سوف تكون وفي منظمات المجتمع المدني، كيف سيكون شكل هذه الحملة؟ سيتم بث ما يسمى سبوتات إذاعية عبر راديو فلسطين والراديوهات المحلية اللي هون، الإذاعات المحلية، وأيضا عبر تلفزيون فلسطين وتلفزيون الأقصى في 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 غزة والضفة الغربية، على رسائل توعوية بنقول للناس ليش تسجلوا وشو المطلوب منهم، الوثائق المطلوب إحضارها للتسجيل، وأين تقع مراكز التسجيل، والفترة الزمنية المحددة للتسجيل. وسنقوم بطباعة حوالي 300 ألف يعني نشرة تعريفية لها علاقة بأماكن المراكز، لها علاقة بشروط التسجيل، لها علاقة أيضا بنسميه منشور أو مطبوعة تعريفية عن إجراءات التسجيل. هذه هي الحملة الإعلامية، ولكن نحن نقوم بها ضمن موازنة محددة، نستعين بالأحزاب السياسية، وعشان هيك كان هذا هدف اللقاء بالأمس مع الأحزاب السياسية، ونستعين بمؤسسات المجتمع المدني حتى يساعدوا في هذا الدور، والأصل أن نستعين كمان أيضا بالشريك الثالث في العملية الانتخابية اللي هو أنتوا وسائل الإعلام، في ليس فقط نقل الخبر أنه التقى فلان مع فلان، ولكن الوصول إلى مواقع المواطنين في تجمعاتهم السكنية وتحفيزهم على من خلال إعداد البرامج، يمكن هذا برنامج من هالبرامج، ولكن من خلال برامج حوارية أخرى، من برامج لقاءات مع الجمهور تسألوهم ليش مش مسجل، طب يعني وبالذات فئة الشباب، يعني إلكوا دور، أنتوا كوسائل إعلام دور خلاق ومبتكر أكثر من أنا أطرح عليكم أفكار ب الدور التحفيزي للمواطنين في عملية التسجيل. نعم. طب أستاذ هشام، في حال عرقلت إسرائيل خطوة لجنة الانتخابات المركزية، كيف سيكون وضع القدس وأيضا الفلسطينيين في الشتات وفي الدول العربية، كيف سيكون وضعهم في الانتخاب؟ شوف، فلسطين الشتات له علاقة بالشق المجلس الوطني، وهذه في هيئة أخرى غيرنا، يعني نحن لسنا مسؤولون عن الانتخابات في الخارج. ستدرس جميع الإمكانات وجميع التواجد الفلسطيني، وهل بإمكانية أن تجرى انتخابات في تلك البلد أو لا، هذا عمل اللجنة اللي بتختص في موضوع المجلس الوطني. في الداخل الفلسطيني نعم نتوقع عقبات إسرائيلية، ليس فقط في القدس، القدس موضوع آخر، القدس موضوع سياسي وخط أحمر لدى القيادة السياسية الفلسطينية، والكل بذكر في 2006 عندما إسرائيل عطلت أو حاولت أن تعطل موضوع القدس، كان رد القيادة أنه لن تجري انتخابات بدون القدس، وليس فقط الاقتراع، وإنما ممارسة كل حق كل حزب بالدعاية الانتخابية، فترة الدعاية الانتخابية اللي هي كانت أيضا تحاول إسرائيل أن تعرقلها. نعم، إسرائيل تحاول أن تعرقل كل شيء في الحياة الفلسطينية، فما بالك الانتخابات الفلسطينية، ولكن نحن نصر وفق الاتفاقات. هناك شروط في موضوع الانتخاب في القدس فرضت علينا من قبل اتفاقية أوسلو بتحديد عدد معين من المقدسيين أن يتم اقتراعهم في مراكز الاقتراع في مراكز البريد في القدس، ولكن العدد الآخر له إجراء يعرفوه المقدسيين كاملا، ونحن نعلن عنه في حينه للاقتراع في مراكز ضمن نظام التسجيل المفتوح لمواطني القدس. لن تجري انتخابات، وهذا موقف سياسي أنا أعتقد تكرر مرتين، لن تجري انتخابات بدون مشاركة القدس، يعني هذا خط أحمر بالنسبة للقيادة السياسية، وتم إثباته، ويساعدنا في ذلك بالمناسبة الدول العالمية في هذا، يعني أنه يمارس الضغوط على إسرائيل، إسرائيل تحاول حتى آخر لحظة أن تمنع ذلك وتعتبره مكسبا إذا نجحت بإعاقة انتخابات. فيما يتعلق بإعاقة الانتخابات في المناطق الثانية، نعم إسرائيل تستطيع أن تفرض حظرا على منطقة معينة، على سبيل المثال في الضفة الغربية لا تستطيع أن توصلها طواقم الاقتراع. هل وضعتم خطة لذلك؟ لدينا خطط، يعني طوارئ بنسميها، وخطط بديلة لحل هذه المشاكل، لدينا سيناريوهات عن الاحتمالات التعطيل، ولدينا خطط لمعالجة كل حالة بحالتها، لا نعلنها على الملأ،
لدينا كمان بما يسمى سيناريوهات إذا عاقت إسرائيل الحركة ما بين الضفة وغزة سواء في تنقل المواد أو في تنقل الأفراد أو في تنقل صناديق الاقتراع أو النتائج أو وهكذا، ولدينا أيضا خطط بديلة لمعالجة ذلك. نعم، سوف نتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني وأيضا اللقاء الذي جمعكم مع الفصائل الفلسطينية، ولكن بعد هذا الفصل القصير. مشاهدينا الكرام، فصل قصير. ومن ثم نعود.